خطفت المشاهد غير المألوفة لمحلات سوق المباركية وهي مغلقة هذا الصباح أنظار القاسي والداني، محدثة ربكة سياسية وتجارية وتراثية تعود لطبيعة السوق الضاربة في عمق التاريخ وأصالة الماضي، وما هي إلا ساعات على غلق المحلات تجاوبا مع رسالة الإضراب الاحتجاجية على رفع الإيجارات، حتى هرعت الحكومة بأركانها المالية والتجارية للتعامل مع الموقف وإسعاف المباركية عبر توجيه خطاب رسمي إلى الشركة المديرة للسوق يطلب منها وقف إجراءاتها فورا تجاه المحلات التجارية، وهو خطاب وجهته الحكومة تحت وقع الإضراب وبضغط من تداعياته السلبية التي انعكست شللا على الحركة داخل السوق. فيما أكد رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك حرص الحكومة على إيجاد حل لمشكلة أصحاب المحلات في سوق المباركية والحفاظ على حقوقهم ومصالحهم دون الإخلال بالطابع التراثي للسوق. تحركت الحكومة اليوم بإيقاف أو إرسال كتاب إلى الشركة المطورة لإيقاف نعتقد الأجار غير مبرر، زيادة أكثر من 500% بما لا شك يؤدي هذا الأمر إلى ارتفاع الأسعار، وأمانة يعني استجابة الأخوان اليوم، والأمانة الأخوان بحماية المستهلك اليوم متواجدين بالسوق لمراقبة أي زيادة غير مبررة بالأسعار واستغلال هذا الحدث. نعتقد أن يوم سوق المباركية سوق شعبي، سوق جميل من التراث الكويتي الموجود، تلاقي فيه الأمور يعني في تراثي شعبي بشكل بسيط جدا. لا نريد يعني اليوم حكومة دولتك أن تغير هذا المعلم أو تحويله إلى أي أمر ثاني، نريد تطويره لكن بنفس القالب وبنفس الشكل اللي هو فيه. وقد جالت كاميرا الراي صباحا ورصدت هدوء الحركة غير المعهود داخل السوق الذي خلا من رواده بفعل الإضراب، فيما ناشد بعض النواب والمسؤولين بضرورة إيجاد حل جذري ومنصف لأصحاب المحلات. خالد الفارس رصد الإضراب وأعد التقرير التالي. سوق المباركية هو سوق تراثي كويتي يشبه بتصميمه الأسواق التراثية القديمة، سمي بهذا الاسم نسبة إلى الشيخ مبارك الصباح، وهو اليوم يعيش حالة احتجاجية نتجت عن إضراب شامل. على غير المعتاد هدوء تام خيم على المكان صباحا تجاوبا مع الإضراب الذي كان أصحاب محلات سوق المباركية قد دعوا إليه احتجاجا على رفع معدل الإيجارات، فكانت النتيجة غلقا شبه تام لمحلات السوق الشعبية الكويتية. الشركة الجديدة استلمت السوق ورفعت الأجارات أكثر من 500% وتفاوضنا معهم، ماكو أي نتيجة معهم. تفاجأنا بإنذار أنكم أنتم مغتصبين المحلات وأنكم خلال 5 أيام لازم الإخلاء. جماعة شلون مغتصبين؟ إحنا لنا 20 سنة وعندنا عقود مع وزارة المالية ومع شركة الأسواق. شو يقول؟ لا هذا لازم تدخلون المحلات، له ضرر على المواطن قبل ما يصير ضرر عليه، مستحيل المعون. وزاره التجاره موجود مكتب مراقب هنا، اذا المعون زاد عن ديار 200 معون الكباب ديار 200 كم بيصير اذا 4500 ايجار؟ ايجار الحين 165 محل سمك هذا، وبعدين هناك بيونا كم ايجار 165، احنا نقول كم 600، يبي ايجار المحل، ايجار البيت، ايجار شيء، كل شيء 100 دينار ما في بالشهر. لو ما احنا نحمي الفقير من يحميه؟ بس كافي كافي مت خلاص كافي، عيلتي كبيره ولا قدر احاتي، كل فقير ومسكين ما يقدر يتكلم. ما يقدرون على الفقير بس الفقير ما عنده واسطه. وشهد إضراب المباركية تفاعلا نيابيا وتلويحا باستخدام الأدوات الدستورية، غير أنه كان تلويحا مشروطا بعدم مسارعة الحكومة إلى إيجاد حل للقضية. إن كان الوجهة السياحية الوحيدة واليتيمة الموجودة في الكويت هي المباركية اللي يقتات عليها أكثر من 6000 أسرة كويتية،
حتى في تراخيص بسطات السمك والخضرة إن كانوا مأجرينها بالباطن إلى ناس تديرها هم هذا رزق لهم. تقطع الحكومة بهذه الطريقة، هذه هي الصورة المشوهة للخسخسة، مرفوضة تماما. وراح يكون لنا في البداية راح أتقدم بأسئلة برلمانية لوزير المالية عن هذا اللي صار، وإذا ما استجابوا لحل لمشاكل 6000 أسرة منصة بانتظارك يا وزير المالية. محافظ العاصمة الفريق متقاعد ثابت المهنة قام بجولة في المكان وأكد على ضرورة إيجاد حلول ترضي جميع الأطراف. اتصلت اليوم في رئيس مجلس الإدارة السيد علي الكليب وأبلغني بأنه هو يعني دخلوا شركتهم من ضمن المزايدة. أبلغني الأخ علي بأنه في كثير من أصحاب المحلات وقعوا معهم. إن شاء الله تنحل بالطريقة اللي يعني تتمكن منها الشركة لا تخسر، وتمكن في أن الدولة تدخل في طريقة بحيث أن يعني تقدر الظروف المواطنين. زوار المباركية من داخل وخارج الكويت ساءهم منظر السوق ومحلاته المغلقة. جاي مشوار بعيد وكذا، جاي بشوف المباركية واسمع المباركية، وللأسف انصدم اشوف السوق كلها مقفل من اضراب العمال على كلامكم وكذا. هذا شيء الصراحة للأسف شيء مؤسف الصراحة ما له معنى. بعدين أنا اليوم قاري قبل 8 أشهر رافعين عليهم الأسعار، عرفنا أن هي يعني مكان حق أهل الكويت وتاريخ الكويت، بعد لا تطمسونه. يذكر أن هذا المكان يعتبر قطعة تراثية يفوح منها عبق الماضي وتنطق باسم التاريخ والحاضر. خالد الفارس، الراي. وكان نواب أيضا قد تفاعلوا مع رسالة أصحاب محلات المباركية، حيث رفض نائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري ما يحدث في المباركية من اتجاه لرفع القيمة الإيجارية للمحلات، مؤكدا أن ما يحدث يعد نموذجا سيئا للخصخصة غير الرشيدة وغير الناجحة. كما اعتبر الكندري الإضراب كارثة تجارية وتراثية في البلاد أبرزت أنواع الجشع والطمع على حساب أقدم سوق تراثي في منطقة الخليج. بدوره حمل النائب خليل الصالح الحكومة مسؤولية الإضراب الذي شل سوق المباركية التراثي صباح اليوم، معتبرا أن ما حدث للسوق يعد تطفيشا وليس تخصيصا على حد وصفه. كذلك حظي إضراب اليوم بتفاعل شعبي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فيما طالب مغردون بضرورة إيجاد حل لأصحاب المحلات في السوق التي تعد مقصدا للسياح وأشهر معالم العاصمة وأكثرها قدما، حيث تحمل الزائرة إلى حقبة الماضي لتكشف جانبا من تاريخ الكويت العريق. وللمزيد حول الجانب التراثي للسوق المباركية ينضم إلينا هنا في الاستوديو الباحث في التاريخ والتراث الكويتي فؤاد المقهوي. أولا سيد فؤاد، لو تكشف لنا هوية وتاريخ ميلاد سوق المباركية. سوق المباركية يعني هذا من الأسواق القديمة جدا. نعم. وما في يعني تاريخ معين لهذا السوق، هذا السوق موجود من انخلقت الكويت، من صارت الكويت موجود سوق المباركية، وهو أصلا طبعا بالبداية ما كان اسمه المباركية. نعم. سموا المباركية على المدرسة اللي موجودة هناك، وطبعا المدرسة سموها المدرسة المباركية على الشيخ مبارك صباح. نعم. وطبعا في البداية لما تأسست الكويت دائما يعني بشكل أن الإنسان اللي موجود يحتاج الى مشتريات يشتري، ويشتري مثلا بالبدايه اول شيء تكون المأكولات موجوده. نعم. يشتري المأكولات، بعدين الاشياء الثانيه اللي هي الكماليات. فيبتدي يعني في اي دوله او اي قريه او اي مدينه يبتدي فيها السوق بهالطريقه هذه. فهذه بدايه سوق المباركيه. نعم. وطبعا اصبح سوق المباركيه تراثي من هالوقت هذا، وعلى طول اصبح تراثي ووجهه للناس يروحون يزورونه ويشوفون الاماكن. نعم. التراثيه والمحلات. نعم. التراثيه. نعم استاذ فؤاد، ما حدث اليوم هل يعد سابقه في تاريخ هذا السوق؟ ما عدا الغزو العراقي، هل تم اغلاق هذا السوق من قبل؟ لا ما تم. يعني سوق المباركية كله
هذه أول مرة يصير هالضراب هذا، وأول مرة يتحدون أصحاب المحلات ويسكرون السوق بهالطريقة هذه. نعم. لأن الحقيقة اللي صار هذا شيء يعني ما ينسكت عليه، يعني أتي وتزيد المحلات هذه 500%، وهم ناس فقارة مساكين، اللي سماك واللي بقال واللي يعني هذول ايش عندهم فلوس عشان يدفعون المبالغ هذه؟ يعني صعبة وايد. نعم، ما أهمية هذه السوق بالنسبة للسياحة في العاصمة، وهل هي السوق التراثية الوحيدة في الكويت؟ يعني هي تعتبر قلب مدينة الكويت، ودائما قلب المدينة في أي مكان في العالم وهو يصير وجهة تراثية أو وجهة سياحية للبلد. نعم، من خلال متابعتك لبعض أعمال الترميم والتطوير في المباركية، برأيك هل هناك إخلال بهوية السوق أم أن هذه الأعمال حافظت عليها؟ بالعكس، أنا أشوف والله الأعمال هذه حافظت على التراث، ويعني أنشأت شوارع وتم الترميم والتجديد، وصارت المحلات نفسها الأولية القديمة نفسها صارت جديدة الحين، وصارت أحسن جمالا حتى من قبل. نعم نعم. الباحث في التاريخ والتراث الكويتي السيد فؤاد المقهوي، شكرا جزيلا لك. شكرا.